تحياتي واهلا وسهلا فيكم في مقابله جديده، في حلقه جديده من برنامج الاستوديو. جميعنا انبهرنا في كاس العرب بقطر، جميعنا استعاد هذه البطوله هيبتها باستضافه رائعه جدا. واليوم معنا ضيف خاص جدا، الاستاذ محمد العطوان، مدير استاذ 974، واللي بنتشرف كثير بتواجده معنا واللي بنشكره على قبول الدعوه. استاذ محمد، كيف حالك؟ الله يحييك، ولنا الشرف نكون ضيوف معاكم اليوم. الله يخليك أستاذ محمد. طبعاً الجميع انبهر بكأس العرب، خلينا نكون صريحين، إحنا كعرب خارج قطر ما كنا عم نعرف شو عم بصير، شو ممكن يقدم لنا كأس العرب. تفاجأنا أنه البطولة استعادت هيبتها فجأة في حدث واحد، الجميع كان يحضرها، أرقام قياسية شفناها بكل مكان. كنتم متوقعين هيك شيء؟ كنتم متوقعين هيك تأثير على المستوى العربي؟ والله ولله الحمد، نفس ما ذكرت يعني هي البطولة فاقت كل التوقعات، يعني هي كانت بمثابة بروفة أخيرة بالنسبة لنا، وكانت آخر أو أكبر استحقاق رياضي في عام 2021، وقبل سنة من استضافة البطولة الرئيسية اللي هي الحلم، إن شاء الله أنه قريب يتحقق. نتكلم عن بطولة استضافنا فيها ما يقارب أو ما يفوق 500 ألف مشجع، واستخدمنا فيها 6 استادات رئيسية من بطولة 22، فكانت تجربة مفيدة بالنسبة لنا لتطبيق الخطط العملية لتشغيل وتجربة هذه الاستادات، والعملية التنظيمية لدخول الجماهير وتجربتهم وتقييمها وتحسينها وتطويرها لبطولة كأس العالم 2022. تكلمت عن 500,000 شخص دخل الملعب في الملعب، تقريبا اجمالي عدد التذاكر اللي باعت تقريبا 532,000. نتكلم عن اعداد كبيره، والله الحمد يعني كان اكبر حضور رياضي لحدث رياضي في دوله قطر في مباراه قطر والامارات. حضور رياضي، حضور الجماهيري كان يصل الى 63,000 مشجع في استاد البيت اللي تصل سعته الى 65,000 متفرج. فاحنا نتكلم عن سعه او عدد اجمالي من الجماهير يصل الى عدد مقارب من الحضور الجماهيري لمباراه نصف النهائي في مونديال روسيا ما شاء الله 2018 بين فرنسا وبلجيكا في مدينة سان بيترسبورغ. ما شاء الله، يعني بصراحة شيء، يعني أنا أكون صريح معك، أنا من الناس اللي تربينا على كأس العرب، ما كنت بتوقع أن البطولة يوما ما ترجع، أروح على كافيه ألقي كل الناس مهتمة بكل جنسياتها، فمشكورين يعني رجعت شغف هذا الناس بهذه البطولة. المهم صحيح، نفس ما ذكرت يعني بطولة كأس العرب رجعت بحلة جديدة، يعني كانت نسخة اللي صارت في دولة قطر في العام الماضي تعتبر نسخة الأولى من بطولة فيفا عرب كاب، اللي هي تعتبر تحت مظلة الفيفا. طبعاً بطولة كأس العرب سابقاً كانت تحت الاتحاد العربي، لكن هذه المرة باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وإشادة الاتحاد الدولي أيضاً بالبطولة ونجاحها من الجانب المستوى الفني للفرق المشاركة، بغض النظر عن مشاركة بعض الفرق بالصف الثاني، ولكن أيضا كانت مستويات جدا عالية، وشغف وحماس الجماهير العربية لبطولة على مستوى عالي بانتظار المونديال. طبعا عكست على بطولة كأس العرب، الجماهير استمتعت بحضورها في منشآت عالمية، تجربة البطولة المتقاربة، حضور 4 مباريات في اليوم الواحد، كانت كلها تجربة استثنائية، خلينا نقول تطبيق عملي ومصقر لبطولة كأس العالم اللي راح تستضاف في نفس الفترة الزمنية اللي هي شهر 11 وشهر 12 ديسمبر ونوفمبر، الفترة الشتوية اللي هي طبعا تعتبر البطولة الأولى من تاريخ بطولات كأس العالم اللي تقام في منتصف الموسم الرياضي. صحيح، ملعب 974 ملعب من الملاعب اللي انشهر في البطولة، الناس لما شافت تفاصيله، كنت عم بقرأ كأنه في تكييف يعني في الملعب زي ما فهمنا باستخدام الطاقة الشمسية، ممكن نعرف معلومات أكثر عن هذا الملعب، يعني شو بيميزه، شو قطر بتوعدنا فيه؟ طبعا استاد 974 يعني من الاستادات المميزه، والله الحمد كل الاستادات بطوله 22 فريده من نوعها، كل استاد طبعا كانت فيه عناصر تختلف عن الاستاد الثاني. طبعا احنا من فوز دوله قطر في 2010 كان مفهوم الارث ومفهوم الاستدامه جزئين رئيسيين او من ركائز تطويرنا لتصميم والتخطيط، وايضا فتره الانشاء للاستادات ومشاريع البنيه التحتيه المطلوبه لبطوله 22. فاستاد 974 احنا طلعنا بفكره جديده تعتبر الاولى من نوعها على مستوى العالم، بحيث ان الاستاد صمم ليبنى ويفكك بعد استخدامه بعد بطوله كاس العالم 22. هو الوحيد اللي راح يفكك بشكل كامل. طبعا باقي الاستادات نتكلم عن المدرج العلوي في الاستاد مبني من مواد ممكن تفكيكها من الهيكل الحديدي في الغالب،
يعني مثلا استاد البيت سعته 65,000 متفرج. المدرج العلوي يعتبر من مبني من هيكل حديدي ممكن فكه بعد البطوله، فراح تغل سعه الاستاد من 65,000 الى 32,000 متفرج بالابقاء على المدرج السفلي مع غرف الضيافه اللي هي السكاي بوكسز. اما استاد 974 طبعا حتى الاسم حاولنا نربطه برقم مميز عندنا في دولة قطر اللي هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر، وهو العدد الإجمالي من حاويات الشحن البحري المستخدمة في بناء استاد 974. فاحنا نتكلم عن عناصر يعني تم تطويرها واستثمرنا الوقت اللي كان عندنا من فوزنا بحق الاستضافة في 2010 إلى بدء الأعمال الإنشائية في استاد 974 لتطوير أفكار، بحيث ان احنا نطلع باستاد سميناه الاستاد المؤقت، بحيث انه يستخدم في بطوله قطر 22 وممكن ينقل ليستخدم في بطولات داخل قطر او خارج قطر في موقع اخر. فاحنا نتكلم عن استاد مبني من حاويات الشحن البحري بس ما ذكرت 974 و30,000 من طن من الحديد تعتبر هي مكونات الاستاد الرئيسيه. فامكانيه تفكيك الاستاد هذه التجربه الفريده او الفكره الجديده من نوعها على مستوى بطولات كاس العالم بإشادة الفيفا تعتبر يعني تحقق مفهوم الاستدامة، إعادة استخدام كافة عناصر البناء المستخدمة في الاستاد، بالإضافة إلى إمكانية نقل الاستاد إلى دولة أخرى أو موقع آخر في دولة قطر وبناء عدة استادات في نفس الوقت إذا كنا حابين نبني استادات رياضية بسعة أصغر. هو الاستاد حاليا بسعة 40,000 متفرج. تمام أستاذ محمد، هون أنا عندي سؤال، يعني لسه مش معروف فعليا شو حيصير في الملعب بعد ذلك؟ لا، احنا التخطيط كان ان احنا الاستاد راح يتم تفكيكه بالكامل بعد البطوله، وتم تطوير استراتيجيه لتفكيك الاستاد. فاحنا عندنا استراتيجيه تم تطبيقها على ارض الواقع وباركودز او تاجينج خلينا نقول على كل قطعه في الاستاد، فالجماهير بامكانها وهي تتمشى في الاستاد تشوف باركود موزع على الكونتينرات او حاويات الشحن البحري. وتم تطوير نفس ما نقول تطبيق بإمكاننا احنا نستخدمه ان احنا نمسح على هذا الباركود يعطينا الخيارات استخدام الحاويه الشحن البحري وقت البطوله وشنو الخيارات او الامكانيه اللي احنا نعيد استخدام هذه القطعه بعد البطوله في موقع اخر او في حال بنائنا للاستاد بشكل كامل بنفس السعه في موقع اخر او استخدامه في عده استخدامات. يعني ممكن نبني استادين بسعه 20,000 متفرج او استخدام حاويات الشحن البحري في مواقع الانشاء كمكاتب إدارية أو عزكم الله الدورات المياه ممكن إعادة استخدامها. فهي أعطتنا الأريحية والقابلية لإعادة استخدام كافة العناصر، ومن جانب آخر تطوير الموقع اللي هو يعتبر موقع مميز بحيث أن الاستاد يعتبر الوحيد ذو إطلالة على الواجهة بحرية، إطلالة على كورنيش الدوحة وأبراج الدوحة من المنطقة الأخرى. فكل هذه العناصر ميزت استاد 974 بالإضافة إلى قربه من مطار حمد الدولي، وراح يكون الاستاد الأول للجماهير راح تستمتع وهي تشوفها من الطيارات في حال وصولها ومغادرتها من دولة قطر. أستاذ محمد، هذا الملعب بنعمل زيه في العالم؟ يعني في ناس جربوا هاي التجربة قبل ولا قطر أول ما نتذكر؟ طبعا استخدام حاويات الشحن البحري في الإنشاء كان يعني مستخدم بشكل مبسط ك نقاط البيع المشروبات او الاغذيه، خاصه الستريت خلينا نقول الفود تراكس او الاف ام بيز كونسيشنز، لكن استخدامه كبناء منشاه رياضيه بهذا الحجم مطابقه مواصفات ومتطلبات الاتحاد الدولي لكره القدم ومستوفيه كافه معايير الامن والسلامه ومتطلبات الجهات الحكوميه والدفاع المدني والداخليه ونظم المعلومات وتغطيه الكاميرات، كل هذه العناصر تم والله الحمد تضمينها في تصميم الاستاد اللي يعني الحمد لله الجماهير استمتعت في حضورها بتجربة استثنائية. يعني احنا دخلنا كلنا ملاعب وشفنا الملاعب بطبيعتها ملاعب عادية لكن كلها تتميز بتصميم فريد من نوعه، لكن انك تدخل تفتح حاوية شحن بحري، تدخل وانت بكرامة دورة مياه تفتح حاوية شحن بحري، تدخل غرفة ضيافة سكاي بوكس، فهذه تجربة كانت مميزة للجماهير اللي استمتعت في حضورها في بطولة كأس العرب. والله الحمد الاستاد استمر معنا في البطولة إلى آخر يوم في البطولة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وكان فال خير على المنتخب القطري وخذ المركز الثالث في هذا الاستاد.
هذا بالنسبة لمستاد 974. ملاعب الثانية يعني الكلام الآن يعني عم بقول لك رؤية يعني الناس إنه عدد المقاعد الموجودة بشكل عام يعني قطر اضطرت تبني ملاعب كثيرة لأنها بتستضيف العالم كله في كأس العالم. عدد المقاعد اللي حيكون موجود بعد ذلك أكبر من حاجة أي دولة خليجية تقريبا. بس هو ملعب 974 اللي ممكن يتفكك ولا في ملاعب ثانية زي ما ذكرت أحد الملاعب وملاعب أخرى ممكن يقل عدد مقاعدها بشان تكون يعني قابلة للمنطق للجمهور. صحيح نفس ما ذكرت إحنا يعني في بداية التخطيط وتصميم الاستادات طبعا استشرنا الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري عندنا في قطر اللي هي المسؤولة عن الدوري المحلي وشفنا قيمنا احتياجاتهم كمقاعد وكمنشآت رياضية في الدولة بعد استضافة هذه البطولة وكان مفهوم الأرث بشكل رئيسي من أهم العناصر عندنا في التخطيط والتصميم لبطولة 22 لتفادي بناء استادات أو منشآت رياضية لا يتم استخدامها بعد البطولة. شفنا أمثلة في بطولات سابقة واستادات مهجورة حاليا ما لا يتم استخدامها في أي استخدامات طوال مدة السنة. فإحنا نتكلم عن كافة الاستادات راح تغل سعتها باستثناء استاد خليفة الدولي اللي راح تبقى سعتها ب 40,000 متفرج قبل البطولة وبعد البطولة كاستاد رياضي وأولمبي يستضيف فعاليات وبطولات كبرى قادمة إن شاء الله في دولة قطر. استاد لوسين احنا نتكلم بسعة صافي إجمالي الكراسي الاستاد 80,000 متفرج وقت بطولة كأس العالم، لكن المنشأة نفسها كاستاد راح يتم تحويلها كمنشأة غير رياضية، راح يتم إزالة المدرجات بشكل كامل وإعادة استخدام المساحات الخارجية مع الحفاظ على الشكل الخارجي المميز للإستاد. إستاد 974 نفس ما ذكرت راح يتم تفكيكه بشكل كامل وتطوير الأرض لأي استخدام مستقبلي، استغلال المساحة والأرض المميزة على واجهة بحرية. أما باقي الإستادات الخمسة راح يتم تقليل سعتها من 40,000 متفرج إلى 20,000 متفرج بإزالة المدرج العلوي في الإستاد وبناء استخدامات بحسب احتياج موقع كل إستاد. فإحنا عندنا إستاد مثلاً مدينة تعليمية يقع ضمن الحرم الجامعي للمدينة التعليمية وراح يتم استغلال المساحات العلوية لبناء غرف أو قاعات متعددة الاستخدام ممكن تستفيد منها الجامعات اللي في نفس الحرم الجامعي. عندنا إستاد البيت من سعة الإستاد من 65,000 متفرج إلى 32,000 متفرج راح تتم إزالة المدرج العلوي وإعادة استخدام غرف الضيافة اللي إحنا عندنا إجمالي 96 غرفة ضيافة راح تستخدم لوقت البطولة وراح يتم تحويلها إلى غرف فندقية بخمس نجوم نفس ما شفنا. يمكن انتشرت فيديوهات لغرف الضيافة لسكاي بوكس في استاد البيت تحتوي على سرير أو سوفا بيد اللي هو الكرسي اللي يمكن تسكره وتفتحه يشكل سرير الفندق اللي راح يكون بعد البطولة وراح تتم تطوير المساحات العلوية في موقع المدرج العلوي بعد إزالته لخدمة هذا الفندق وخدمة أهالي ومنطقة الخور والخيرة. هذه طبعا كانت من ضمن الخطط الأولية احنا بالنسبة لنا، كان عندنا زيارات للمجتمع من خلال فريق مختص كان يزور المجالس ويزور مجالس الرجال ومجالس النساء في المنطقة بعد تحديد موقع كل استاد لدراسة وتقييم احتياجاتهم في الاستادات والمنطقة المحيطة فيها. فهالشيء اللي يميز استادات بطولة قطر 22 ان احنا عندنا الاستاد ضمن تطوير منطقة او مساحة اجمالية نفس ما شفنا يمكن الاشهر في دولة قطر اللي هو استاد خليفة الدولي ضمن تطوير حديقة إسباير ومنطقة إسباير زون، حديقة بمساحة كبيرة ضمن تطوير لأكاديمية إسباير التفوق الرياضي، مجمع بجانب الاستاد يخدم تجربة الجماهير واستمتاع في يومهم بشكل كامل قبل حضور المباريات، فندق الشعلة بجانب الاستاد يخدم الأرث والمعسكرات الشتوية أو المعسكرات الصيفية اللي ممكن تصير في المنطقة ودولة قطر، طبعاً بالإضافة إلى تقنية التبريد والتكييف الموجودة في الاستادات كافة باستثناء استاد 974 بحكم أنه استاد مؤقت، لكن تم تطوير فكرة التكييف بشكل طبيعي ودراسة الفتحات وسقف الملعب لتمكين حركة الهواء بحيث أن نصل لدرجة حرارة مريحة للجماهير والاستادات واللاعبين، خاصة
في استضافة البطولة في فترة الشتاء مثل ما قلنا في نوفمبر وديسمبر. أما باقي الاستادات طبعا تتميز بتقنية التكييف اللي احنا طورناها من 2008 إلى وصولنا إلى التقنية المستخدمة في كافة الاستادات. طبعا درجة حرارة في الصيف تصل إلى فوق 40 درجة في الخليج حتى في الفترة المسائية، لكن داخل الاستاد تصل إلى 20 و18 درجة مئوية، وشفنا هالشيء انعكس على استضافة قطر لتصفية دوري أبطال آسيا العام الماضي بنظام التجمع مجموعات غرب القارة وشرق القارة، كانت في شهر سبتمبر، فحتى بعض اللاعبين كانوا يشتكون من برودة الجو داخل الاستاد. هذا بدي أسألك، يعني الجو لما يكون تبريد صناعي أستاذ محمد، لما يكون تبريد صناعي بيكون شوي للاعبين مع الحرارة مع كذا ممكن يشعروا بالبرد يعني. صحيح، لكن هاي الحمد لله يعني التقنية اللي تم تطويرها تمكننا احنا في تغيير درجة الحرارة ورفع درجة الحرارة إلى درجة تكون يعني مناسبة لأجواء كرة قدم، كرة القدم يعني نتكلم عن 24 درجة مئوية أو 26 بشكل يعني في فترة الصيف، ودرجة الحرارة في خارج الاستاد تصل إلى 40 درجة مئوية. يعني أتوقع قدرنا نوصل لتوفير بيئة للعب كرة قدم خلال فترة الصيف وطوال فترة في السنة، فهالشيء بعد يضيف لدولة قطر إمكانية استضافتها لأي حدث رياضي طوال فترة العام. وفعلا هي إحدى أهم مشاكل الخليج يعني في الرياضات هي الصيف، يعني في 4-5 شهور بروحوا بدون رياضة في الأماكن المفتوحة. صحيح. هذه طب أستاذ محمد، أنت قطر يعني ما بدي أخذ منك جواب كمسؤول أو شخص في مكان رسمي، شو بتتوقع قطر راح تعطينا في كأس العالم 22؟ شو بتوعدنا قطر في المونديال؟ سؤال أخير يعني. يعني الحمد لله احنا من البداية كان شعارنا expect amazing أو نعد بإبهار العالم ببطولة استثنائية. طبعا هي راح تكون البطولة الأخيرة من نوعها باستضافة نخبة منتخبات العالم كعدد الفرق المشاركة في هذه البطولة كنسخة أخيرة ب 32 فريق في نسخة 22 اللي هي النسخة 22 في عام 22. فإحنا مثل ما شفنا والله الحمد الاستادات وتجربة البطولة المتغاربة اللي راح تكون تمثل عنصر يضيف للبطولة من حيث إمكانية التنقل للجماهير وسهولة تنقل الجماهير من استاد إلى آخر، بالإضافة إلى استضافة البطولة في منتصف الموسم الكروي لكافة اللاعبين اللي احنا نتأمل أن يكونون في قمة مستوياتهم الفنية، بالإضافة إلى استقرار الفريق في نفس مقر السكن تدربهم في نفس مركز التدريب اللي راح يستخدم في فترة البطولة تفادي السفر المتعب اللي شفناه في البطولات السابقة. فهذه العناصر بإذن الله راح تنعكس على تجربة وبطولة مميزة إن شاء الله في نهاية هذا العام، بالإضافة إلى عنصر الإبهار اللي احنا دائما نعتمد عليه في استضافتنا للبطولات في دولة قطر. مثل ما شفنا حفل الافتتاح في كأس العرب، بإذن الله نعد بحفل افتتاح أفضل وأجمل من اللي شفناه في بطولة كأس العرب، بإذن الله مع حفل ختامي وتتويج للجهود اللي كانت من استضافة البطولة والفوز بشرف الاستضافة من 2010، تخطيط وجهود استمرت ما يقارب ال 12 سنة، بإذن الله أنها تنعكس على أرض الواقع في هذا العام على بطولة استثنائية يستمتع فيها الجميع، بطولة العرب نفس ما ذكرنا في أكثر من موضع، والبطولة الأولى في الشرق الأوسط، فرصة للجماهير أنها تستمتع ببطولة استثنائية في فترة الأفضل من شهور السنة في الخليج مع يعني كافة الأجواء، وتختتم البطولة في يوم 18 ديسمبر اللي هو اليوم الوطني لدولة قطر. فكلها راح تكون يعني تجربة وفعاليات مصاحبة للبطولة، بإذن الله أنها راح تنعكس على بطولة نتأمل أنها تكون الأنجح والأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. شكرا أستاذ محمد، هو فعلا يعني التوقيت حيكون مناسب جدا، اللاعبين مش مرهقين زي الصيف ولياقتهم بتكون وصلت مش زي بداية الموسم، ف يعني متوقع إن شاء الله يكون مستوى فني عالي جدا، وزي ما تفضلت الأجواء بالخليج بشهر 11 هي من أجمل شتاء في العالم، يعني أجواء شتاءها رائع. أنا مش عارف كيف بدي أشكرك، فشكرا كثير صراحة على تلبية الدعوة، على الشرح إن شو بيصير في الملاعب، على الشرح شو ممكن تعطينا هذه الملاعب في المونديال. أنا دائما بتشرف بتواجدك معنا وشكرا كثير لإلك. شكرا لك، ما قصرت. الله يخليك، شكرا محمد.